والأمن الداخلي بشمال وشرق سوريا تلقي القبض على خلية إرهابية نفذت هجوماً على حاجز بمدينة الرقة. منظمات إنسانية تابعة للأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي والدول المانحة بزيادة التمويل المخصص لسوريا. العاصمة المصرية القاهرة تستضيف جولة جديدة من المفاوضات للتوصل إلى هدنة إنسانية بقطاع غزة. أمريكا تحذر إسرائيل من أن أي عملية عسكرية دون تخطيط في رفح ستكون كارثة. إصابة مسؤول عسكري في حزب الله بجروح خطيرة جراء ضربات إسرائيلية استهدفت سيارته جنوب لبنان. بعد الضربات الأمريكية الأخيرة، بغداد تجدد إصرارها على إنهاء مهمة التحالف الدولي بالعراق. السلطات الأوكرانية تقول إن القوات الروسية تقتحم بأعداد كبيرة بلدة أفدييفكا بمنطقة دونيتسك شرقي البلاد.